مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. حققت نور ستارز اكثر من 2 مليون مشاهدة خلال اقل من 24 ساعة من تسجيل الفيديو كليب تبعها. هذا الرقم القياسي حققته مرة ثانية، ولكن هالمرة كان مو بفيديو كليب ولا باغنية، بل كان هالمرة بفيديو خبر موت كلبتها ستيلا اللي اثار ضجة كتير كبيرة بعالم اليوتيوب واليوتيوبرز، حيث نور كانت بالفيديو عم تبكي بحرقة على ستيلا لانها اعتادت عليها او اعتادت تواجدها بالبيت. فبعد ما نشرت نور الفيديو اجتها كمية من التعليقات والرسائل من متابعينها ليدعموها ويواسوها، وحتى نحن بالقناة اجتنا عدد كبير من التعليقات، وهذا يمثل مدى تأثر الناس مع فيديو نور. وحتى اجتها ردود افعال من اليوتيوبرز، فأسو نشرت هالستوري اللي عم يظهر في الشاشة على حسابها على الانستغرام. اما ساريجات فكان فيديو تبعه كتير مختلف، فنشر فيديو كامل على قناته على اليوتيوب مدته فاقت 10 دقائق يعترض فيه على فيديو نور ستارز، واتهمها كمان بإمكانية كذبها وتكون باعت كلبتها وكلبتها ما ماتت. فخلونا نشوف شو قال ساري جاد بهذا الفيديو. ومالك حابة تحكي عن العراق، ولا لك حابة تحكي عن موضوع سوريا، مع انه قناتك كبيرة ومالك حابة تحكي عن موضوع غزة، قناتك كان ممكن يوصل صوتك لكتير ناس، وانت مالك حابة تحكي عن كل هالناس، بس ما تنزلي فيديو قاعدة عم تبكي على كلب، مع احترامي للحيوان اللي مات طبعا، بس ما بفتح الكاميرا وبقعد اه ما تسيمه لي يا ولي ما تسيمه واصبخ شوي ابيض هيك شعري. ليش هيك عامله؟ ما بعرف ابيض خير. ليش الدراما هاي الدرامز انه ما تسمه مات ايه عم تغني؟ يعني شوي عم تبكي انت، شوي عم بتغني انه على اساس انه شو، انه نحن لازم نفهم الفيديو انك انت رح تهستري لانه ماتت الكلب. طب بلكي الكلب ما مات، ورجينا صورته ميته، قلبك ما طاوعك تصوريه؟ طب صوريه وهي ميته ورجينا، بلكي انت بعتيها. ما بلكي بعتيها وعم تقولي ميتة عم تفاولي على بصيرك تفاولي على الكلاب العالم؟ يعني اقسم بالله انه قصتك قصة غريبة انت. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.